خلال الكام يوم اللي فاتوا كان أثير طبعاً حضراتكم بتتابعوا أزمة لاعب المصارعة الدولي أحمد فؤاد بغدودة، وكان طبعا هرب من البعثة الخاصة بالمنتخب في تونس، وكان حصل على المركز الثاني ميدالية فضية في منافسات وزن 63 كيلو جرام بالبطولة الأفريقية للمصارعة الرومانية، وناس قالوا ان هم شافوه في تونس اول امبارح واول اول، فيعني المهم الموضوع كده ايه كبر جدا. مهم، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت دعوة للاعب لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة عشان يتلقى منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة مصرية رياضية واعدة، وده أمر مهم جدا بنشكر عليه السيد الرئيس ونشكر عليه الأكاديمية الوطنية للتدريب. برحب بدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. دكتور رشا مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ عمرو. اهلا بحضرتك يا فندم. الحمد لله، اهلا بيك. الحقيقه دكتور يعني بتوجه اولا بالشكر للسيد الرئيس وللاكاديميه مبدئيا يعني على التحمل هذه المسؤوليه، واعتقد ده هدف نبيل جدا لان بغدوده هو في النهايه شاب مصر زي كل الشباب من حقهم يحظوا بفرصه تدريب وتاهيل محترمه يعني. صحيح صحيح صحيح. ايه اللي هيتم يا فندم؟ هو الحقيقه يعني التوجيه اللي قام بيه السيد رئيس الجمهوريه للاكاديميه الوطنيه للتدريب هو استكمال لاهتمام سيادته بملف الشباب بوجه خاص وملف التكوين الانسان بوجه عام، وده واضح من 2014 في العديد من الفعاليات والمؤتمرات وشباب العالم ومشروعات اللي قدمها الشباب وخريجين الاكاديميه لسياده الرئيس، واخذ اهتمام وزخم زي حياه كريمه وزي مبادره ابدا. فان سيادته يوجه النهارده ب يعني اعطاء اهتمام او منحه خاصه لاحمد، ده استكمالا لاهتمامه الاصيل بالشباب بصفه خاصه زي ما قلت لحضرتك. ممتاز. وهو الحقيقه ده جه تزامنا مع برنامج كان مزمع اطلاقه في سبتمبر، لكن هنعمله دلوقتي لما احمد يرجع مصر باذن الله. كان البرنامج مختص برعايه المواهب. يمكن استاذ عمرو حضرتك يعني مطلع على برامج الاكاديميه. مظبوط. وكان بينا حوار قبل كده حقيقي. فاحنا كل سنه بنقدم حاجه جديده، يمكن اللي قدمناه السنه دي كان برنامج اللي كان مدرسه القياده لتاهيل المراه للقياده. مظبوط. وكنا على اخر السنه دي اللي هو على شهر 9 او 10 هنقدم المنتج الجديد اللي هو البرنامج تاهيل الموهوبين. ممتاز. رياضيا، ثقافيا، فنيا، اي علميا. بالظبط بالظبط، لان احنا زي ما بنقول كده هو اهتمام طبعا اي يعني الطبيعي ان الرئيس يكون مهتم بالشباب، لكن كمان الاهتمام بيبقى له بعد اكبر لما يكون الشباب دول بيمثلوا حوالي 70% من عدد السكان اللي هم اوريدي عدد كبير يعني. مظبوط. وده دي دلاله كمان ان مصر ما عندهاش نقص مواهب، لكن احنا يمكن بينقصنا المؤسسات الراعيه لتلك المواهب زي ما موجود في دول كتير، زي ما احنا بنتكلم سوري على محمد صلاح بهذا الفخر. محمد صلاح اكيد لاعب موهوب، بس برضو اكيد لو ما كانش وراه مؤسسه بتبنيه وتؤهله ما كانش هيبقى محمد صلاح بهذه العبقريه. مليون في الميه يعني. مليون في الميه. هنحاول نعمله، ويمكن اخذ مننا وقت علشان نقدم مثل هذا البرنامج لانه بيحتاج الكثير من الدراسه من متخصصين. طبعا. وبعدين متخصصين مختلفين يعني بتوع الرياضه غير بتوع الفن غير بتوع الثقافة وما إلى خلاله. صح. وتأهيل نفسي يعني احنا بنتكلم على شاب مثلا عنده قدرات رياضية وموهبة رياضية اكيد محتاج تأهيل نفسي. ده الحقيقة انا كنت هسأل حضرتك يعني شيء كويس ان تدخل السيد الرئيس، بنشكر الرئيس على هذا الامر وهذا التوجه والاهتمام بحالة بغدودة اللي شغلت الرأي العام الفترة اللي فاتت، ولكن كان ممكن حد يقول طب ما في زي بغدودة في 1000 بغدودة يقدموا. يقدموا بالظبط زي كل برامج الأكاديمية. القاعدة برضو حضرتك أكيد عارفها من لقائنا السابق، إن القاعدة حضرتك قدم اجتاز الاختبارات اجتاز اللي مطلوب، فهنشرف إنك تكون موجود وليك مقعدك اللي أخدته بمجهودك. لكن طبعا المكان المسابقة مفتوحة، البرنامج مفتوح لكل حد والمسابقة مطروحة لكل المواهب بكافة أنواعها. فكل بقى معايير كل موهبة أو كل
يعني الرياضيه شيء الفنيه، فده طبعا هيبقى معلن في وقته يعني. لكن هو القبول معياره الاجتياز للمجموعه المتكامله من الاختبارات.